اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمغرب فرحانة بزاف كما العادة أنها تشارك مع الهلال الأحمر المغربي في التكوينات اللي كيدير على مدار العام. احنا فرحانين لأننا تكلمنا في هذه الدورة التكوينية اللي كانت مدة ديالها 3 أيام على بزاف ديال المواضيع المهمة، من بينها الشارة اللي مهمة في العمل ديال الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم. دونك احنا في هذا المركز التكوين ديال الهلال الأحمر غادي ان شاء الله يكونوا عدة مواضيع اللي كتهم الهلال الأحمر والمكونات ديال لو موفمون الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مع خبراء من الهلال الأحمر ومن الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإن شاء الله غادي يكونوا من بعد تكوينات وحدين أخرين اللي غادي يعاونوا المتطوعين أنهم يكون عندهم يديروا لو رونفورسمون دو كاباسيتي ديالهم في عدة مجالات باش نساعدوا الناس اللي محتاجين ونكونوا على أهبة الاستعداد لمساعدة السلطات والى غير ذلك. اليوم كنتواجدوا في المركز الوطني لتكوين الاوتور من اجل واحد الدوره تكوينيه للاعلام والتواصل في الوصول الامن اللي شاركت فيها ازيد من 20 مكتب اقليمي التابع للهلال الاحمر المغربي. الدوره التكوينيه جات في اطار تقويه قدرات الاوتور المتطوعه داخل المكاتب الاقليميه اللي سبق وذكرناها 20 مكتب اقليمي اللي كانت شاركت في الدوره هذه. وهذه الدوره هذه كانت محور على جوج ديال النقاط. النقطة الأولى حول الإعلام بالمكاتب الإقليمية، والدورة الثانية هو الاشتغال حول ضبط الشارة للهلال الأحمر المغربي داخل المكاتب. كنشكر الإدارة المركزية اللي فتحت هذا الباب هذا للمكاتب الإقليمية في إطار التكوين حول الإعلام والتواصل، وكنشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي دائما بجانب الهلال الأحمر المغربي من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالوصول الآمن. بطبيعة الحال تنشكر المتطوعين من جميع الأقاليم بالمملكة المغربية من اللي جات ساهمت بحضورها بجديتها بفاعليتها من أجل إنجاح الدورة هذه. ومن طبيعة الحال ما غاديش ننساو الشكر كذلك للمركز الوطني اللي استقبلنا بواحد الحفاوة وواحد استقبال اللي هو جد رائع، وشكرا لكم جميعا وتبارك الله عليكم. في إطار فعالية الدورة التكوينية التي عرفها المركز الوطني لأوتور الهلال الأحمر المغربي، أشرف المكتب المركزي للهلال الأحمر المغربي على استدعاء مجموعة من أطر وأعضاء المكاتب الإقليمية، حيث أشارك هنا كممثل عن إقليم جرادة المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي. تخللت هذه الدورة التكوينية مجموعة من العروض المؤطرة من طرف أطر المكتب المركزي للهلال الأحمر وكذلك أساتذة جامعيين في موضوع التواصل والإعلام داخل المنظمة. ساهمنا في العديد من المناقشات والحديث على مجموعة من المواضيع اللي يمكن أنها تبلور استراتيجية تواصلية بالهيئة الوطنية وعلى المستوى الجهوي والإقليمي. هذا المشروع التواصلي غادي يخدم المؤسسة في انتظار إن شاء الله التنزيل دياله مستقبلا على المستوى الجهوي والإقليمي إن شاء الله.